أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد ورقة هبيني مي أعلن سيدة ميديا وهبيني ما تلارة سوق اللي سوغلبة حساسي هاي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي ميدوغا مشرحين تا أوقبي أهم بكالة جباي إسلام ركاسينا كآموساي حسوقة كسعودو مقالة قرعيل وزير كوهوري أمنيقا قلمدو كانا تيرسان حزبك حسن شيخ محمود أيات بلك لجر ميدوك مشرحين تمعارضك وحا أو نيري فاتحادها اللهم مرو ميدوك مشرحين تمعارضك وزيرك يهوري أمنيك مامولك قلمودك أحمد معالم فقي كان ترسان بارلبانك دعاي إيح اللي بانا دا فدرالك صوماليا يا شكي قليي إن ميدوك مشرحين تمعارضك أي تاقير سيهين دقالك لغو قاضي أرك أهل صنع والجماعة إيح السوق أه فيخي أياسي دو كالي سؤال قليي عدة هورتاغن إن ورمرتياد لغا ميديسان ياهي لغا صوصارو حيساد دقالك إيهول قالك إذا مدى الدولاد دا إيكادن كاهورك أهل صنع والجماعة ميدوغا مشارحين تا إيه وحكا ستاكا هادلي جري مهول قالك أدواء إيه قورقور أيي تاغير سيهين ياهور تاغن إن ورمرتياد أرهن تا قرعي لغا صوصارو فاتحادا هالو مرو ميدوغا مشارحين تا أيوكو يري قرال أو صوديغي برتيسا قاركا فيسبوكا سيكستوها أهاتي وآي تا آموسين ميدوغا مشارحين تا معارضكا أو مالين كستا وراقات كسوصاري جري مدحوينا وقتي كدعي إيه تيم كيسا مدحويني هوري دالك حسن شيخ محمود أو كميد أهدولها أياسي شخصي أهي قرال وغو صوصاري دقالك قرعيل وانا مدد طوشك كسي إفينيسا آموسنان تميدوغا مشرحين تا آيكو جهيان حيسا داسي حسن شيخ محمود ور قرال لاي صور ديگاي برتيسا قاركا فيسبوكا أيادين عياد وغو باقي إن سي شروط لآن أهدقالك لو جوجيو حق أي باهي سي علان سيدة ميديا سيدي دي بشان أيا وحاي دبولك كقاديسا إن ميدوغا مشرحين تا آيكو كلا قيب سمين حيسا دكا تاغن قل مدوك مد داسي أوهر تاغن إن لصو سارو ور مرتياد لغو ميديسا يهي إلا وريديو كاترسان ميدوغا مشرحين تا معارض كا أيا ورباهين تا وشيغي إن أي كلا نقضين دي نعيو تاغيرسان أهل السنة دي نعيو تاغيرسان مامولك قرقر إيا كوة دحدحاد أهي وحانا أغوهر ريان نكا قرقر تاغيرسان رئيس الوزاري هوري سوماليا حسن علي خيري ما عدا سيدا او قلاف كاني او دمان دونا وحيسا او بدان تهي انان مرنبا غلاها سو ساري دونين ورسا حافظيد وده جير اه او لحري رحيسا دا دقال كا يهلو سنة ايا مامولك قل مدوك سيكستبها احاتي تاسي وحاي موجي نيسا انا يقبي اهام باكو كالجبين حسوقا كالسعودو مقالة قرعيل حليبان فخي ايا يري فاتحادها اللو مرو ميدوغ مشرحين تمعارضكا او مركستا مالين كستا وراقتك سو ساري جري حالة دلكا fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah banaanba xoogan oo lagu soo horjeedo dagaalka gurceel iyo madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo iyo saaxiibkiis qorqor ayaa ka dhacay magaalada muqdisho banaanba lagu soo horjeedo dagaalka qasaaraha badan geystay ee u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug oo dhinaca iyo kooxda ahlus sunna wal jamaa ee ka socda gurceel ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dad u badan haween ayaa isugu soo baxay isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho iyaga oo wadada ku gubay taayaro iyo qashin taas oo keentay إن إسكو سعود كي قاديد كان نوعيه ديسا كالدوان إيا داد كي أو قبيها بيستاقو بنام بحياش آيا وحا آيوكو دواقيين إيريو آيوكو سوهر جيدان دقال كدق مدى قرعيل كسعود وحانا كمي داه قرقور إيا فرماج دواني مينو ديك سوكاية دواني مينو إيا إيريا كالي أو كدن أهلا بداسي مدحويني خار كمي دا بنام بحياش آور باهين تلاحد لي آيا وحا آيوكو إيريين مدحوين ها مدحليت كي سرنا ماري محمي عبدالله فرماجو إيا مدحوين ها قل مودك أحمد عبدالكاريو قرقور إن إيقب إهام بوهوري نيان دقال كال كاسي كسولو وحا اي سيعد او شاگن ان مرنبا او قلانينين ان لغو سيد دقال لما دقمد قرعيل وحانا قاركود شاگن ان اي قرب تاگن يهين هقان كاهلو سنة اي دقال ككولا جرا عيدا مدى الدولة دا يكوا قلمدوك مالين تيسا دحاد او حريرا ايا وحا دقال علوس او دحا يا عيدا كالدولة دا يكوا قلمدوك او دينا اه اي حوغا قاهلو سنة والجماعة وحا اونا كدعي دقمد قرعيل كاس او جيسي خساريه او قبضنا ابد tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday halkaasii si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ayaa ciidamada nooc walba leh magaalada muqdisho ka daabulay isla markaasina u geeyay saaxiibkiis qorqor xaaladda gurceel ayaa aad u cakiran shacab dhaawac ah oo meed ah ayaa gudaha magaalada ku jiro meel looma qaadi karo isgaarsiintii waa go'day xataa hooyada wiilkeeda dhaawaca ah ee ku jira magaalada gudihiisa gacanta inay ku qaadato magaalada kalama bixi karto ciidamada dowladda ayaa madaafiic waaweyn iyo hoobiyaal ku garaacaya meel kasto ahlu sunna ayaa dabada la gashay ama difaac xooggan kaga jirta qaybta jaamacadaha islamarkaasina laga bixin la'yahay si kastaba ha ahaatee xaalad bini'aadinimo tii ugu darnayd abid ayaa ka jirto magaalada gurceel dhinaca kale shacab ku dhaqan qaar ka mid ahay deegaanada maamulka puntland ayaa maanta u dareeray doorashooyin taariikh ah oo qof iyo cod ah isla markaasina lagu dooranayo golayaasha deegaanka ee saddex degmo doorashada oo ah mid tijaabo isla markaasina isha lagu wada hayo ayaa ka bilaabatay degmooyinka kale ah
qarno ay u feyn waxa codadkooda diibanaya dad gaaraya 37,578 qof oo isku diiwaan geliyay codaynta doorashada kuwaasi oo ka codeynaya 54 goobood oo loo diyaariyay ilaa 8 urur siyaasadeed oo ka dhisan deegaanada Puntland ayaa ku tartamaya doorashada si ay uga mid noqdaan xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinkaasi qarno waxaa lagu tartamaya ilaa 33 kursi sidoo kale degmada ay waxaa lagu tartamaya ilaa 27 kursi halka degmada Ufeyn si lamid ah lagu tartamayo 27 kursi sidoo kale waxaa kuraastaasi oo tiradoodu tahay 87 isku soo sharaxay ilaa 449 musharax oo maalmihii u dambeeyay oo lala xoogan ka waday magaalooyinkaasi dhinaca kale guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka qof iyo codka ahi ayaa shacabka ka dalbaday in ay raacaan habraaca loogu talagalay in ay u dhacdo codeynta dijaabada ah si kastaba Puntland oo lasoo aasaasay 1998 ayaa dhowr jeer isku dayday qabashada doorashada qof iyo cod ah walow aysan u suuragelin waxaana hadda loo gartay in lagu tijaabiyo degmooyinka qardho ay iyo Ufeyn oo dhammaan hoostaga maamulkaasi madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay macno weyn u sameynayso doorashooyinka golaha deegaanka ee maanta ka bilowday degmooyinka tirsan maamulka Puntland waxa uu sheegay in doorashooyinka Soomaaliya ay mar walba hor istaagaan caqabado xaqiiq ah sida dhanka amniga iyo burburkii ka jiray Soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay hase yeeshee maamulada federaalka ee dhismay ku dhaliilnaayeen qabashada doorashada qof iyo cod ah isla markaana maanta Puntland ay ka bilaabmatay sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in doorashada qaranka Soomaaliyeed laga dhigi karo doorasho qof iyo cod ah isla markaasina sida ugu habboon ay u dhici karto bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alan sida meedi waana salaamay magacayga waxaa la yidhaahdaa waxaan kasoo wacay waddan Canada Toronto magacayga waxaa la yidhaahdaa Ismaaciil Daahir waxaanan leedahay ismihiina gelgel mudoga xagada intaas weey warkaygu waxaan ii sheegayaa nooyo waxa socda waddanka waa u jeedaan calan sida meedi warkayga gudbi haddaas la walaalahaystay muslimiin waxa waddanka socda waa u jeedaan dhibaatada socota mawduuca dhibaatada tabadagoyska tuuga tabadagoyska balada waa ujeeda waxaa maanta ka socda gureel ama galmudu ka socda waxaa muslimku qaato inuu ashaata qaato xataa gaal qaato maahan caruurta iyo maatada iyo odayaasha iyo waxaa la soo qahayo ninkaas soo galahaa oo meeshaas yimid waxaa ku filnayd in loo diro odayaasha oo lala garaan dharaan diriyo wuxuu rabo la yidhaahdo war maxaad rabtaa oo hadda soqaal qabiil baqaba tagtee la isku diro le war meesha mayn kaga guurnaa oo meel kale aantayna mase waa soo xalinaysan horta ninkaas intaas ku fulnay ma noqon sidii ma noqon raggeedii ma helin nin xaali or madaxa taas loo suraa or madaxa taas loo suraa wuxuu or madaxa taas loogu xiray tacadi weeyaan awr madaxa taash lagu xiray waa tusmahabow waa run nin madaxa taash lagu xiray awr madaxa taash lagu xiraana helay galmudu helay boqolaala dhaawaca iyo boqolaala dhimasha waa ujeedaan soomaaliyey hadday tahay reebel baabay reebel waa raggii cadowga in la daafici lahaa oo dhan walba ka geli lahaa oo aad ku faan lahaydeen wiilka maanta ninta wiilka amxaar hor joogay weeye wiilkii yar hor joogay weeye wiilka cadow hor joogay weeye ha feerineen xurguftu xuna dhexdiina waa or madaxa taash loo suray waa tusmahabow baana helay ninka suuxsan oo fadhiya xamar ama qabiilka cadlin mahayo oo farmaajo ah iyo qoorqoor soomaali inta joogaa rajambale war si isu gala oo ninka ka cayirsha meesha qoorqoor laleeyahay kelmud oo adigu bal kala badbaada dowlad allah keena dowlada ma muuqate kala badbaada odayaasha weeye oo maamulba guri ka qadeeya waxaad hor socdo oo ku taliya ha la weeraro nimanka subaglayaala wiilasha lagu baabaasho war subagle waxaa ku filan afar oday oo tagto yar war subagle maas adduunka ka dhamma hal mar baa suu kala tagna subag naga tagaysa dadka meel subagle dadka waa aqal badan kamaan xoog badna waa lala garabahaya odayaasha xabar jooga oo hawiyaha sheegta oo inkaarta ku dhacday ilaahay asbada ku riday oo waayeel malasi ceebeed barta waa maanka laga qaad oo xaad ka mid yahay oo kuwa ka darbay jacaysad ka mid yahay oo ka mid yahay caligeeda shawarigu wixii lamid ah iyo rag yaan kala seeri maxay gaar u arsan yahay waxa inkaarta ku dhacday
هرتا اسما دا 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 نيك سوق صار شهر بدأ من المستوى ماشى فنية وشهد نعك وسوال أول صدرنا دور شد إنما غاية ترتن كيسة لقد نبغى شغال وطه بتك دور فريها وين والله شباب بهالشيء لقد شباب بهالشيء يعني بتك حنا حسك الوين كه إل ما ذا رجال يا سوال الله قر سوال يا سوال الله قر تش وروح وروح ما إنسان ورجل لهم ترين السوق هاي وروح أسوي حكي السوقين إلى هاي التقانين ورسول كيس التقانين متكاس واحد ولا قصون هلا قاعد يمشي ماش بقول حتى اللي متواد من ورا من هل ما بابا أنا نك هلا عرش أو غرور هلا عرش وهي دمان هاد أنت وروح وحال جديد سواء نوع وحال جديد ورك وانو أكا ورغر وح ورك أكا يو سود رأيك وضياش وح كل فرويها وين ورسيرة وها على لها وين له على وش على وش وتشح أو اللي وسيرك عن هاي ورفافنت وياها غرب وريا غربت عروت هذه غربتي ولا الكهرباء غبطتي صوالي ما غبطتي والكرب ما غبط هذه هي لسان وركي يعني بدو ورك ورك ويوب بدي لكن ما لهم ضغو ما هي على سيدي ما يقولات عود كي قلت بيها تواب بس لنتي حلقات هالشابة نما كاس صوالي نما صوالي وغضو سنان نما صوالي وغضو مامور صوالي وغضو دول نما صوالي وغضو وركات هالشابة وركات هالشابة ويا المودن ويسي وحلوان دمين صوالي وحلوان دمين المود هالوقات خويس محل الله ماني وسامان لو ما انتس بقلا وحود دفل اقل مشاري نكس وحسان وحود دوي قرقر سوغل وحود دوي بقرات سوغل وحود دوي تات كاس وركبت الشهادة ورين كارين خود عالو وانا ودان يرد خونا موهم موع الله مو يسديق الحين واروح حكبت الشهادة سوالي انت وسدو ذاتان وانا انا حبدا من مرضين اسمين الدلين كوري ماشي هديك هذا مقابلين هاي غرغور هاي هذا سوغل وابسكت هاي غرغور قبت سابق وصدقونه يا بلك شارب ما حمر كيو ما هو بيت لو بقولوا قدر سيسو ودياشو قايبين هيانا كاساو كدرا قبط جيت سلك حتى لقي قريه بحال بك بوحد وركا سلك كغوي ورشارب سلك كغوي وفرماش اللي كان شي شارب بدو لدلغا او سوسون دلاغ عبد دلاغ عبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغيستو اوغو حدادن حلقه قيب كنقن وحا دقيب كتهي ديباتده دلكا